هو الحبيب ده لا هسه الاختصاص بالتعليم صار جريمة احترام يا اخي الخوش الخاص طيب شوف خلينا نسميه ما هيش معك الولد اللي كسر ايدي واحد مرتين في المستشفى رايح تعقيد شو امي بيت اهلك تاخير يا استاذ هذا الولد شاطر اشطر ولد عندي بالصف ايش عملت يعني خسرت دروس كثيره بلا ليش سايق على اهالي حوادث الاولاد هيك انكسروا على الانترنت والفيسبوك للصبح شو اللي وقالك يا حبيبي يا اولاد عم تيجي نايمه يا اولاد مش عم تحضر دروسها عم بينام على النوع على النوكة بالصف بتاع فاشل الفيسبوك والانترنت مع احترامي لك اللي بده يتعلم من علمك ولا اللي بده يتعلم مع علم الماي اسمع انا عندي شكر الله مش ممكن نفتح الوزاره الا بخصوص خلل 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 ولا هقول لك عندي فكره احسن طول الفرد تصير اسمع ولا لا كل شيء ولا هاي ما تعجبنيش انا ولا هاي احترم نفسك احترم نفسك ساعدوه حتى ولده يساعدوه ان المسرحيه مفات الاحترام كتبها وليش هذا المسرح اسمه مسرح الكرمة من حيفا كتب المسرحيه الاستاذ سيولكي والمجلكوم وعدها واخرج الفنان نبيل عازر وكان معنا تمثيل على المسرح ابن بلد طبعا بتعرفوه اسامه مصري اياد شيتي وسماح سرحان خالد عوار وأسعدنا تقنيات أنا بحطه وراء المصاري